السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه ام خوله. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت نقترح عليكم مادلين بالليمون، كيجي زوين ومذاق لذيذ بزاف، نتمنىكم تجربوه. والى اول مره كتزوروا القناه مرحبا بكم، الف مرحبا، وما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. غادي ندوزوا للطريقه مقادير هاد المادلين. بالنسبه للمقادير هذا المادلين، كاين عندنا بيضه وحده، كاين قشور الليمون مع الحامض محكوكين، كاين كاس تاع السكر، كاس تاع العصير تاع الليمون، كاين كاس تاع الزيت، قبيصه الملح، سكر فاني، كاين دقيق وخميره تاع 16 غرام. هادو كيخرجوا لنا 12 حبه، واللي بغى اكثر يذوب المقادير. بسم الله على بركه الله. درنا بيضه، درنا السكر سنيده، درنا الساشين تاع الفاني. غادي نخفقوا الخليط مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو، وما نساوش القبيصه نتاع الملح، انا ديما كنساها. كنستمروا في الخفق. كنزيدوا الزيت وكاس تاع الليمون. نزيدو القشور نتاع الليمون مع الحامض. وفي الاخير كنزيدو الدقيق مع الخميره نتاع الحلوه تاع 16 غرام. كنخلطو الخليط ديالنا مزيان. هذا هو القوام، كيكون بهذا الشكل. للتزيين كناخذوا قشور الليمون مع البرتقال، كنزيدوا عليهم السكر سنيده، كناخذوا ليمون نتاع لي مادلين، كنديروا فيهم الخليط، ومن فوق كنديروا الخليط نتاع
سنيدة مع القشور تاع الليمون والحامض. بعد ما سليناهم كندخلوهم فرن مسخن من قبل على درجة حرارة 180. التزيين كيبقى اختياري، انا زينته بهذه الطريقه. هذو هما لي مادلين، نتمنى يعجبوكم وما تنساوش التعليقات والبارتاج مع الأصدقاء والأحباب، وإلى اللقاء الفيديو آخر إن شاء الله.